السلام الله عليكم واهلا بكم في هذا الدرس التاسع من دورة تعلم لغة الـ HTML. في هذا الدرس ان شاء الله سوف نتعلم عن التيبل في الـ HTML اللي هو الدرس رقم 9. دونك قبل ما نبدأ هذا الدرس ان شاء الله سوف نعمل اطلالة خفيفة عن درس رقم 8. في الدرس رقم 8 شفنا كيفاش نحملوا فيديو من اليوتيوب وكيفاش نحملوا فيديو من البي سي تاعنا من الكمبيوتر وكيفاش نحملوا اوسي ديزيماج. استفدنا من لاباليز اي ام جي، استفدنا من لاباليز فيديو، واستفدنا من لاباليز امبيدد. بالإضافة إلى هذه المعارف في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعلم عن كيفية إنشاء جدول في الـ HTML. دونك باش نكريو جدول في الـ HTML خصنا إن تيبل كي سابيل إن باليز كي سابيل تيبل. دونك في هذه لاباليز كي سابيل تيبل نكريوها هكذا في لاباليز بودي. حنا كوم دابيتيت حلينا الدوكيمون تاعنا دوك HTML هذا دوكيمون HTML ابري لاباليز HTML فيرميتير اوفرتير اوسي الهيد فيرميتير اوفرتير ابري البودي فيرميتير اوفرتير ابري جينا كريينا ان باليز كي سابيل تيبل. هذه هي اللي تكريينا تيبل. حنا نعرفوا بلي في الطابلو باش نكريو طابلو راهو دي لين وراهو دي كولون. دونك انا حاب نكري بروميير لين. بروميير لين تاع الطابلو باش نكريه كاينه تيراو. دونك تيراو هذا ديريكتومون تكري لك لا لين نيميرو 1. انا حاب ندير باغ اكزومبل 4 لين في الطابلو تاعي نكري عفوا حاب نكري 4 لين في الطابلو تاعي. واش ندير؟ هذا اللين الاولاني اللين زاوج اللين الثالث واللين الرابع فوالا. درك باغ اكزومبل في لا لين نيميرو 1. في لا لين نيميرو 1 حنا باش نعرفوا باش نكونوا ان طابلو نحكموا لا لين نيميرو 1 نقسموه دي كولون. باش نقسموا دي كولون كاينه ان باليز كي سابيل تي دي. هذه لا باليز تي دي باغ اكزومبل هنا واش درنا؟ كتبنا تي دي في لا لين نيميرو 1 يعني هذه الخانه رقم واحد في لين رقم واحد. ومن بعد ابري لا كاز نيميرو 2 لا كاز نيميرو 3 لا كاز نيميرو 4 باغ اكزومبل في لو ميم لين. درك نعاودو هادو لي بروسيدير كامل بالنسبه للتيراوات الاخرين. يعني تيراو هذا اللو هذا الثاني الين الزوج فيه 4 كاز فيه 4 فيه 4 كولون، هذا فيه 4 كولون، وهذا السطر فيه 4 اعمده. دونك شاك سطر فيه 4 اعمده. دونك حنا نجيو للعمود نوليو للعمود رقم 1. في العمود رقم 1 قلنا هذه كازا. الكازا هذه باغزوم نعطيوها فيرست نيم فيرست نيم، وهنا نقولوا لاست نيم، هنا نقولوا ايج، هنا نقولوا فيرست نيم لاست نيم، نقولوا نمبر فاوند باغ اكزومبل نمبر فاوند. دونك هذا اللين الاول. ومن بعد ابري هنا نمدوا لي زانفورماسيون تاع هادو باغ اكزومبل فيرست نيم وشنو فيرست نيم واخر باس 27 فون باغ اكزومبل ايسي فون نزوه فون راح تريبيت هنا باغ اكزومبل اغاك ابري واه ابري فونت ابخي فون تكون هنا دو لو ميم تريك السطر رقم 4 اغاك سعيد 25 نمبر فون فوالا نورجيستري سجل كرينا طابلو تاعنا. بور لو مومون انا كرينا طابلو فيت يعني ما كاش مشكل مع لي طابلو. لي طابلو جوست كري ان طابل تكري لي تيراو تاعك لا لين الاولانيه اللي هي هذه اللي كريناها هنايا لا لين الاولانيه لا لين الثانيه لا لين الثالثه ها تيراو دو تيراو 3 تيراو 4 وفي شاك تيراو يعني في شاك لين في شاك تيراو تكتب دي كولون تي دي تي دي تي دي تي دي تي دي فوالا. احنا هنا نشوفوا ان تريك اللي هو هذا نورمالمون احنا في لي طابلو عندنا خاصيه في لي طابلو هو انه فلاش تي ام بار ديفو يكري يقدر يكري لنا الهيد تاع الطابلو ديفيرون على الاخرين لي لين اللي هي هنا نورمالمون نديرو
ام اش تي اش تي اش هذه هي اللي تسمح لنا باش تكري لنا اوتوماتيكمون الهيد. دونك بار ديفو لونغاج اش تي ام ال كي تكتب هذه تي اش يعني تكتب لك ديريكت مول الهيد تاع هذا الطابلو تاعك. دليل على ذلك درك كي نسجلو ونورجستريو راح تبدل الفورما. دونك هذا هو الهيد تاع الطابلو انطلاقا من هذه تي اش. دونك اي تي اش تحب تكتب تي اش هي الهيد تاع الطابلو فلاش تي ام ال. دونك بالاضافه الى هذا الطابلو اللي كرينا نحبوا باغزوم الطابلو هذا نمدوا له ان تيتر. تيتر كاين خاصيه فلاش تي ام ال اللي هي لاباليز كابشن. هذه لاباليز كابشن هذه تسمح لنا باش نمدوا ان تيتر لهذا الجدول. باغزوم الجدول هذا عباره او بيان نقولوا تيبل تيبل ان دو بوان تيبل ان. هذا الشيء يحكي يل راكونت لي زانفورماسيون سور انفو سور 3 بيرسون. دونك دي زانفورماسيون سور 3 بيرسون. فوالا فوالا كرياتنا تايتل. هذا هو التايتل تاع التيبل تاعنا. والخاصيه اللي تميز هذه الكابشن لاباليز كابشن هي انه تقع داخل لاباليز تيبل. حاب يقول مهما بدلنا الموقع تاع الطابلو تاعنا سواء ليفت سواء رايت سواء اب سواء داون هذا العنوان تاعها يبقى لاصق في الطابلو مهما تبدلنا العنوان تاعو. هذه الخاصيه اللي مليحه. دونك بور لو مومون رانا كرينا طابلو يعني الخاصيه. دونك تبقى كيما رانا نشوفو هنايا الطابلو تاعنا هذا ماهوش طابلو كوم ان طابلو دو وورد. دونك باه نردوه كوم ان طابلو دو دوكيمون وورد يخصنا ننتخدوي ان اوتخ لونغاج. بور موا سي ان اوتخ لونغاج باسكو بوركوا باسكو ايسي لا ميسيون او بيان لو رول تاع لاش تي ام ال خلص هنا. دونك باش نزيدو حنايا لي تريك باغ اكزومبل لي لين اوريزونتال فيرتيكال جو سي با لو بور دي ريتو سا سي سا تو سي تريك لا مسؤول عليهم. شكون مسؤول عليهم؟ هو السي اس اس. دونك لونغاج دو سي اس اس كيما حكينا عليه قلنا عليه هو لونغاج اللي يدير لنا ديسبلاي تاع لي باليز هادو يدير لهم ديسبلاي. فلاش تي ام ال يدير لهم ديسبلاي شكون سي اس اس يعني تكري ان اوتر فيشي دوت سي اس اس امتداد سي اس اس. وفي هذا الفيشي تكري كود سي اس اس يعني في الكود هذا واش دير تعيط جوست دي باليز هادو تعيط لهم وتعطيهم الباكراوند تعطيهم لا كولور تعطيهم لا تاي تعطيهم لارجور اكسيتيرا. ومن بعد ابري هذا الدوكيمون سي اس اس كريتو تعاود تعيط له هنايا في الاش تي ام ال وتكزيكيتي دوكيمون تاعك اش تي ام ال. دوكيمون اش تي ام ال اكزيكيتي من الحقيقه دوت سي اس اس يروح اكزيكيتي الكود سي اس اس يعاود يرجع. اي فوالا كاين ان اوتر تريك باغ اكزومبل ديريكتومون نستعملوهم في لي باليز ديريكتومون سي اس اس تاعنا ستايل تاعنا نستعملوه في لي باليز باغ اكزومبل بوردر. نحبو البوردر تاع نعطيوه ب 2 بيكسل. هنا راح يدير لنا البوردر للطابلو ب 2 بيكسل. فوالا اون فوا الطابلو تاعنا راهو يحتوي على واش؟ يحتوي على دي سولي شاك اليمون حاطونا في ان سولي. حنا ما نحبوش هكذا نحبو باغ اكزومبل ليليمون هذايا يكون كيما ان دوكيمون وورد ما يكونش هكا دي سولي. باغ اكزومبل واش خصنا نديرو؟ خصنا ستايل. فوالا تو سامبلومون ستايل نقولولو بوردر بوردر كولابس ونعطيولو كولابس فالور كولابس. شوفو بلي راح تبدل. فوالا ولا طابلو كوم ان دوكيمون وورد تخي بيان. نقدرو نتحكمو في بلان 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 دي بروبريتي بيناتا باغ اكزومبل الويت. الويت هذا نعطيولو باغ اكزومبل 100% فوالا نسجلو الدوكيمون تاعنا نشوفو واش راح يعطينا. فوالا عطانا الويت عطانا العرض تاعو 100% يعني عطاهنا على عرض الصفحة. ونزيد نشوفو زاد كريانا نوتر بروبليم هو سبيسينغ هذا اونتر البوردير هذا وسبيسينغ سبيسينغ هذا سبيسينغ هذا. نحبو تاني كاينة نوتر بروبريتي في سي اس اس اللي هي نديرو هنايا ان بوان نديرو تكست الاين نديرو ان بوان فيرغيل نديرو تكست الاين. هذه تكست الاين نديرو له ليفت باغ اكزومبل لو حطانا في الليفت نيكزيكيتيو ها رجح منا في الليفت. دونك هادو دي بروبريتي باغ اكزومبل كاينه بروبريتي تاع بوردر نكتبوها هكذا كولور. حنا ما نحتاجوش لا كولور باغ اكزومبل نحتاجو
بوردر هذا نديروه 1 بيكسل ولا 2 بيكسل هكذا 2 بيكسل نعطيوه سوليد سوليد 2 بيكسل سوليد جرين جرين باريكزوم جرين صافي ندير بلو يعني راح يعطينا البوردير ليكستيريور تاع البوردير راح يدونا اخضر فوالا اخضر كما رانا نشوفو هنايا وكاين بلان 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 دي بروبريتي باريكزوم حابين الايج هادي باريكزوم نديروها هي ايج هي عمود هكذا عمود وتحتوي على القيم تاعها وتحتوي على القيم تاع لا كولون باريكزوم نمبر فون باش نديرو هذا الشيء نروحو للايج هنا وراي الايج الايج اللي لا الايج هادي نديرو لا باريكزوم كولون كولون سبان كولون سبان هي اصلا امتداد ان ممتدة على لي فالور تاعها زيد تمتد على لي فالور تاع لا كولون اللي بعدها يعني راح تكون امتداد دو انا ريجستري وراح تكون ريزلتا امتداد للعناصر تاع هذا الفاون لو كان نديرو ثلاثه ما راح يتبدل حتى شي باسكو بوركوا باسكو احنا هنا في الطابلو تاعنا كرينا ايج عندنا الكولون اللي رقم 2 بالنسبه ليها هو هذا والكولون رقم 3 فيد ما كان حتى كولون رقم 3 خصنا نكريو انوتر كولون باش كي نديرو 3 زيد تمتد على لي فالور تاع الكولون رقم 3 دونك باغ اكزومبل حابين هذا الفون هذا زيد نديرو له امتداد على يمتد على العناصر تاع لي لين اللي كاينين يمتد على العنصر احمد والعنصر محمد ولا لين محمد واش نديرو نروحو لانجوست نديرو له راو راو سبان هذه امتداد تاع لي كولون يعني تمتد لنا باه هي اصلا ممتدة على اللالين هذا الاول زيد تمتد على اللالين رقم 2 ورقم 3 يعني راح تكون فالور هنا 3 ونريجستري ونشوفوا باللي امتدت حتى للالين تاع محمد دونك هذو سيدي بروبريتي يعني تاع سي اس اس نخليوهم لدورة سي اس اس راح تكون احسن دونك راح نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس الاول يعني هنا تعلمنا كيفاش نكريو طابلو نعطيو له ان تايتل تاع هذا الطابلو يعني بلاباليز تيبل نكريو دي تيراو وفي شاك تيراو نقسموه دي تي دي يعني دي كاز وبهذه الكيفيه نكونو قد كونا طابلو وعطينا له تايتل هذه لاباز في الاتش تي ام ال ابري تبقى لنا هذو لي زاتريبي هذو تاع السي اس اس اللي راح نحكيو عليهم اون ديتاي في دوره السي اس اس دونك نكتفي بهذا القدر اتمنى ان هذا الدرس قد استفدتم منه يعني وادعو كل واحد منكم ولا كل وحده منكم يعني راهي شاهدت هذا الفيديو استفادت حقا حقا من هذا الفيديو يعني ما تنساش ولا ما تنساش جملي الفيديو نعم دير جملي الفيديو وسبسكرايب اي بارطاجي هذا الفيديو نعم بارطاجي هذا الفيديو في اغلب وسائل التواصل الاجتماعي كوم فيسبوك باغ اكزومبل دونك توقفوا عند هذا الحد دونك الى درس اخر ان شاء الله اللي راح يكون الدرس رقم 10 من هذه الدوره اللي راح نزيد نشوف فيها اشياء اخرى يعني في لغه الاتش تي ام ال دونك الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.